دشن مركز عيسى الثقافي كتاب البروتوكولات والبراسم في عهد صاحب العظماء الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة للمؤرخ راشد الجاسم، وذلك عبر المنصة الإلكترونية كأول تدشين لكتاب يقام عن بعد، واحتفاء بمئويات تأسيس مؤسسات الدولة البحرينية الحديثة. وافتتح سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي للمركز المحاضرة التي عقدت عن بعد بمشاركة نحو 100 شخص من المثقفين والمختصين والمهتمين من داخل البحرين وخارجها. وأكد سعادته أن هذا الكتاب الذي يصدره مركز الوثائق التاريخية بالمركز يحمل خلاصة جهد علمي مميز ومبدع يرسخ عراقة البحرين التاريخية وامتدادها الملكي وما يحمله هذا الوطن من خصائص وقيم أصيلة مستمدة من عروبة هذه الأرض الطيبة ونبل أهلها، وبفضل ركائز الحكم الرشيد في ظل قيادة آل خليفة الكرام، مشيدا بجهود الكاتب راشد الجاسم وكفاءته في توثيق إنجازات مملكة البحرين الحضارية والتاريخية. وقد استعرض المؤرخ راشد الجاسم في محاضرته تفاصيل مشوقة حول البروتوكولات وأعراف المراسم الملكية عن طريق عدد من الصور والوثائق التاريخية التي تضمنها الكتاب. ويعد الكتاب مرجعا أساسيا للباحثين والمهتمين في مجال التاريخ والمراسم والعلاقات السياسية والدبلوماسية في مملكة البحرين، ويستعرض أبرز سمات وخصائص البروتوكولات والمراسم الملكية خلال حقبة مهمة من تاريخ مملكة البحرين الحديث.